دكتور عبد الهادي كيف حالك؟ سامح حياة الله، شو الحال؟ الله يسلمك بخير. من معايا؟ سامح تفضل استاذي، كيف اقدر اخدمك؟ اكلمك وانا في السيارة، انا بقى التلفزيون. طيب اوكي، دعوة سحور الان. طيب اوكي، معك ضيف البرنامج، اسمح اقول لك اسمي بعدين ارجع، بس ابغى افوزك. دكتور تفضل. دكتور انا خالد بمشموس معاك، حياك الله. كيف حالك؟ خليهم يعرفوا انه عندي اصحاب دكاتره، اللي اتصل على كلهم بناجر اصحابه. الو توس. نحن علاقتنا مع خالد من ايام ابتدائيه، والله اعلم. ايوه من قبل. طيب لحظه، دامك من ايام الابتدائيه. تكفى، كم عمر خالد؟ تكفى، ترى تكفى تهز الرجاجيل، ولولا ظروف الوقت ما قلت تكفى. خالد عمره بالضبط 42 سنة. كم؟ 42 سنة. 240؟ واو ما شاء الله، من فتوحات القسطنطينية ما شاء الله. لا مش 42، مش 240، هو مو ديناصور. ايش 240؟ ايش به نسال؟ عبد الهادي فقط اكبر حبيب قلبي، تفضل. يلا جاهز؟ جاهز للسؤال؟ فوز. خالد ها. سؤال، انا مش ما في التلفزيون، فلو ورد ساعدوني انتوا. يا ابويا انت ما دام انت عبد الهادي، طبعا استشاري عظام، يعني انت ما ينفع لك انت، لانه عشان اطول امراض عقليه. ايه امراض كرشيه. يا ركبتي امراض جوف. يا هذا ركبتي الحين انت، هذا الثوب الواحد، الثوب الواحد ياخذ فيه طاقه ما شاء الله. يا ركبتي يا خالد، بعدين ما يفصل من اقمشه الثياب، يروح محل ستاير، هات واحد قماش ابيض. يا مخرج بمشي والله، دخلوا في بعض. يا انا ضيف المفروض يا اخي اكرم الضيف. خالد مراد، دكتور معاك نجمنا اليوم يا دكتور عبد الهادي مراد محمد. انا ضيف البرنامج، فانا اقول لك روح انت فايز، خليني اصلح بينك. يا اهلا وسهلا بك، اهلا وسهلا بك، شرف بك استاذ مراد. حبيبي الله يحفظك، يلا مبروك. موفقين ان شاء الله. والله فوزك ده كده شلق، انا اوريك فيه.